حياكم الله. جاء وقت البراد وجاء وقت التفكيس، كثير من الناس يفقس الوقت هذا، يقول عشان عملية أول شيء يصير إخصاب جدا عالي، عملية الفقس عالية، السوق أحيانا يتحرك وقت البراد. عموما أكثر مشاكل تواجه اللي يفقسون خصوصا المبتدئين التدفئة. أنا أشوف التدفئة أهم من العلف، تيجي بالمركز الأول، صرت على قولتهم تدفئة صحيحة راح يصير عندك الصوص نمو صحيح بإذن الله، ثم يجي بعده العلاف الصحيح، لأنه إذا صار عندك علاف صحيح بدون تدفئة راح تصير جدا مشاكل، راح يصير عندك موت والعلاف صحيح وكل شيء عندك خطوات صحيحة إلا عملية التدفئة. عموما أكثر الناس تواجههم المشاكل عملية التدفئة، يقول بعمر شهر ودي أطلعه برا. أنا أقول بعمر شهر تو فترة الحضانة يحتاج تدفئة، لكنه تدفئته تصير أقل من اللي عمره أسبوع، بمعنى درجة الحرارة على قولتهم أقل مو بأعلى، أقل شوي. لكن فيه نظام يوم نتكلم عن عملية التدفئة، لأن البعض يحط تدفئة عالية لكن مقابلة ما يحط تهوية، هذه جدا مشكلة. نتكلم عن الصوص، تدفئة لكن بدون تهوية، مطلوب أنك مثل ما حطيت تدفئة تحط تهوية، بمعنى توصل درجة حرارة الغرفة المعينة كذا تبدأ تشتغل مروحة الشفط تسوي لك طرد للحرارة الزائدة. مثال على ذلك نظام الحاضنات الآن الجديدة، حطين لك مثلا لمبة مقابلة حطين لك مروحة صغيرة، حطين ثرموستات، مروحة صغيرة هذه إذا وصلت درجة حرارة الحاضنة لكذا اشتغلت عشان تبدأ توزن درجة حرارة عند الصوص. نفس النظام حق الحاضنة البعض يطبقه على الغرف، وأنا مطبقه عندي نفس الطريقة هذه، حط مروحة شفط على ثرموستات على درجة حرارة معينة ثم يشتغل نسوي عملية طرد عشان عملية الموازنة، موازنة التدفئة أو موازنة الحرارة عند الصوص. هذه مطلوبة جدا مطلوبة خصوصا وقت البراد. لو زادت درجة حرارة مطلوبة وش راح ترتب عليها؟ وش راح يصير للصوص؟ راح يصير التالي. أول شيء راح يصير عندك إجهاد حراري للصوص، إجهاد حراري للصوص. وشلون معرفته؟ تلقى الصوص لازق دائما بالأرض، قاعد بالأرض فتحني ثمه باستمرار، نزل راسه على الأرض على فرشي حقت الأرض، سواء اللي أنت حاطه إنشارة خشب أو أي إن كانت. النقطة الأخرى تلقاه تردد على شرب الماء، ينثر الماء حتى لو كان مو بحاجته، لكنه ينثر الماء. ليش؟ عشان ياخذ أكسجين عن طريق الماء، لأنه يبرد على نفسه، عنده الآن جهاد حراري عالي. نفس الطريقة اللي تصير بالصيف، لكن هذه صارت له بشتة، بالصيف نفسها تصير للدجاج، يصار عنده جهاد حراري يلجأ أنه يبربس بالماء أو يلعب بالماء عشان يبرد على نفسه. هذا صارت عنده لكن بشتة، لأنه الحرارة الزائدة أثرت على الصوص، والحالة هذه الصوص يلجأ أنه يشرب ماء بزيادة وبنفس الوقت يبرد على نفسه عشان يروح عنه الجهاد. في شيء جدا مهم، إذا بغت تقيس درجة حرارة غرفة دائما خذها من أخفض نقطة بالأرض، خصوصا صار عندك الحساس الإلكتروني هذا، خذ الحرارة من أخفض نقطة بالأرض، لأن دائما الحرارة ترى تروح فوق، بمعنى أنك إذا دخلت الغرفة أحيانا تلقى الحرارة نطحتك فوق. بعض الناس يقول أنا عندي الصوص دافي غرفة بس أنه يموت يتحرجن فوق بعض، صحيح، لكن الحرارة رايحة من فوق والبرود هي اللي نازلة، البرود هي اللي نازلة من تحت أخفض نقطة والحرارة هي اللي فوق. لكن جيب الحساس وحطه، إذا قرالك درجة حرارة ممتازة أخفض نقطة للأرض أقرب نقطة للأرض ترى شغلك ممتاز. طيب شلون توازن هذه؟ حاول أنك تحط لك مروحة صغيرة، حنا نسميها مروحة خلط، عشان تصير درجة حرارة اللي فوق نفس درجة حرارة اللي تحت، تفتك من المشكلة هذه، لأنها أنا صارت لي تكلمت عنها سابقا. تحياتي لكم، شكرا جزيلا. هذا الشرح باختصار، هذا حطينه الغرفة كاملة شابكين عليه عشان عملية التهوية، إذا زادت درجة حرارة عن المطلوب يشتغل سوي طرد، إذا توصل درجة حرارة اللي أنت تبي للغرفة كاملة. تحياتي لكم. البعض يسأل، قبل فترة صورت هذا ثرموستات، هذا حق فقاس وتقدر تحطه ثلاجة، فقط تغير بالخطوط الخلفية، بمعنى تقدر تحطه تدفئة وتقدر تحطه تهوية.
عموما مو بذا مجالنا، مجالنا وش الفائدة منه؟ يا مصور قبل فترة أنا حطه داخل الغرف، أعلمكم إذا كان عندنا غرف محكمة بمعنى غرف مغلقة إغلاق تام، إحنا نحط أحيانا لمبات ونحط دفايات، أحيانا تصير درجة حرارة عن المطلوب، تزود درجة حرارة عن المطلوب، فيصير عندنا مشاكل من ناحية الصوص، بمعنى درجة حرارة إحنا نبي أحيانا 30 توصل أحيانا بداخل الغرفة صارت مغلقة فوق 30، وشغلت مروحة الشفط خلتها تشتغل دايركت تنخفض درجة حرارة تسبب لك مشاكل كذلك نفوق من ناحية أن الصوص راح يبرد. فوش السوات؟ السوات أنك تحط نفس النظام هذا داخل غرفة وتوزن درجة حرارة المطلوبة الثرموستات هذا، زادت درجة حرارة على المطلوب وش راح يصير؟ راح يصير أن نفس الجهاز هذا يعطي أمر مروحة الشفط أنه في حرارة زائدة نبي نتخلص منه. أعطيكم شيء عملي الآن، هذا الحساس ترى بقربه لما لمبة، ترى مثال إحنا قاعدين نضرب، نبي ننظر كم يشتغل الآن. درجة حرارة 20 وأنا قربته هنا، نبي نقربه زيادة عشان ترتفع درجة حرارة بسرعة، نبي ننظر على كم يشتغل عشان يسوي طرد أو بمعنى صح يعطي أمر المروحة حقت الشفط تشتغل على 21. طيب هل في مجال غيره؟ نعم في مجال، في مجال تغير، حطه هنا ترفع درجة حرارة تخليه لين يوصل مثلا حنقول درجة حرارة غرفة نبي 30، تعطيه أمر الحين راح يقفل المروحة الآن لأنه درجة حرارة على النظام الأول، يا سلام الحين وصل 23 ما راح يشتغل دام يوصل درجة حرارة 30، وصلت 30 راح يشتغل نفس النظام هذا لكنه الحين 30 31 إذا وصلت درجة حرارة 31 راح يشتغل، يعطي أمر مروحة الشفط أن تشتغل. حساس ترى مقربينه بالحق لهناك، يا سلام أعطى أمر الحين مروحة الشفط أن تشتغل. متى راح يقفل؟ إدام يوصل درجة حرارة 30، لابد نحن نبعد الحساس شوي عن المروحة. سلام هذا هو. لكن في شيء مهم، الحساس اللي طالع من الثرموستات القارئ بمعنى اللي يعطيك الرقم هذا، هذا هو ترى الحساس، لا تقربه لما الحرارة، بمعنى حطه بنص الغرفة وحطه لأخفض نقطة للأرض، صير قريب للأرض شوي الحساس. الأسباب دائما مثل ما قلنا قبل فترة إن الحرارة تصير فوق لكن تحت تكون باردة على الأرض، لابد إنه يوصل الحرارة بمعنى توصل درجة حرارة اللي فوق نفس اللي تحت، لو حطيته فوق راح يقرأ لك قراءة خاطئة بمعنى راح يعطيك إنه وصلت 30 لكن أقرب نقطة للأرض تلقاه مثلا 20، بهالطريق هذه بصير عندك مشكلة من ناحية الصوص براد ما براد وإلى آخره نفس ما شرحنا قبل فترة. فأفضل طريقة انك تخلي الحساس لاخفض نقطه للارض، حنقول تخليها بهالطريقه هذه، هذه الارض تخلي هنا الحساس، لو ابعدته فوق راح تصير كل الحراره رقت من فوق ما راح تصير. مثل ما قلنا الحساس لا يصير قريب لم سواء اللمبه مصدر التدفئه او دفايات، لا يصير قريب عشان ما يعطي قراءه سريعه، بمعنى خلوه يصير بعيد عن مصدر الحراره، هو داخل الغرفه لكنه يصير بعيد، بمعنى لا تحط الدفاية مثلا حنقول مثل الدفاية هذه تحط الحساس فوق الدفاية، لا هذا خطأ، لابد انه يكون بعيد عن مصدر الحرارة، تجيه الحرارة لكن ما تجيه بمعنى صح تصير دايركت وصلته، بمعنى مثل اني اشيل الحساس وحط على اللمبة جنب اللمبة هذا، شي بصير هنا بصير عنده التأثر سريع، بيعطي قراءة سريعة يعطي للجهاز، احنا ما نبي يعطي قراءة سريعة، احنا نبي يعطي قراءة بطيئة، اذا زادت درجة حرارة عن المطلوب حق غرفة كافة عطان، هذه القراءة الصحيحة للحساس. نقطة أخيرة، حين قضينا من عملية التهوية والتهوية، البعض بيسأل عن عملية الخلط، لأن أحيانا دخلنا داخل الغرف مثل ما قلت نلقى الدفا كله فوق لكن أخفض منطقة للأرض أحيانا تكون باردة، أنا مزين نفس الطريقة هذه مروحة على حسب الحجم اللي أنت تبي، لكن ما حطيتها تشتغل بكامل قوتها مروحة الشفط، بمعنى حط له دايمر تحكم بدرجة السرعة حقت المروحة، حاطها أنا ربع تشتغل لكنه به بكل قوته ضعيفة عشان توزع عملية الحرارة، تشيل الحرارة من فوق تنزله تحت وتأخذ ثاني مرة تنزله عشان تصير درجة حرارة الغرفة كلها موحدة بالنظام هذا،
وعلى حسب حجم الغرفة اللي عندك. شكرا جزيلا.